متابعي تحية مصر، اهلا بكم في لايف جديد، موجودين معاكم من داخل نادي الزمالك في تغطيتنا المستمره لاجواء ما قبل الانتخابات، انتخابات مجلس الاداره الجديد. موجودين النهارده مع الدكتور احمد عفيفي، مرشح عضويه فوق السن. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي وشكرا لتحية مصر على الاستضافه الكريمه دي. عرفنا يعني عرفنا بنفسك للناس اللي مش عارفه طبعا، وعايزين نتعرف على ابرز الاهداف اللي ناوي يعني تكون في برنامجك الانتخابي. اولا انا دكتور مهندس، دكتور في مركز بحوث الإسكان والبناء، ومرشح عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك رقم 3. أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا خبرة في إدارة المشروعات الهندسية، عامل مشاريع كبيرة بره مصر وجوه مصر، وأستاذ جامعي. فأنت شايفة إن نادي الزمالك يوم الخميس والجمعة بتشوفي كمية الناس اللي موجودة. نادي الزمالك فيه 118 ألف عضوية، لو يعني لو قلنا كل عضويه فيها ولدين يعني في 400 الف نسمه. تيجي يوم الخميس والجمعه ما بتلاقيش مكان ترابيزه الناس تقعد عليها. فطبعا انا من المرشحين اللي عندي خبره جامده في الانشاءات وعملت مشاريع كتيره لدول وبلدي مصر، نفسي اخدم من نادي الزمالك الحبيب ان انا اعمل له فروع، اعمل فرع اكتوبر، واعمل فرع في التجمع، وفروع في المحافظات زي النادي المنافس ما عامل كذا فرع. لان عدم وجود متخصص في المشروعات الهندسيه في ادارات النادي السابقه، خدوا اراضي من 20 سنه لغايه دلوقتي مش عارفين يعملوا فرع. في دي النقطه اللي تميز البرنامج بتاعي، وانا جاي عشان كده، حبي وعشقي للكيان، عايز اخدم الكيان. وبالفعل في فرع قد الانشاء في 6 اكتوبر. والله انا رحت الفرع ده وكنت منزل لايف على صفحتي، معمول فيه حاجات بسيطه، مبنى بس بدروم وارضي، لكن لسه في حاجات كتيره المفروض تتعمل، ولسه يعني خرسانات بس. فطبعا انا عندي فكر ان انا النادي ده 129 فدان، ان انا اعمله على كذا مرحله نظرا لعدم وجود الاموال اللازمه لبناء النادي. النادي محتاج 3 مليار جنيه، انا عامل اول مرحله بس ب 500 مليون اللي هي تشغل النادي، بنفس فكر المشاريع السكنيه اللي في كل واحد بيعمل مرحله اولى مجموعه من المشروع، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، وفي نوادي اتعملت بالطريقه دي برضو، نوادي مشابهه. فانا عندي الفكر ده وعامل تخطيط للمرحله الاولى اللي هي تضم مبنى اجتماعي وحمام سباحه وملاعب مفتوحه، وما بتكلفش حوالي 500 مليون جنيه. وعندي ازاي اعرف اجيب ال 500 مليون جنيه دول، ازاي المهم ازاي. بالمناسبه يعني كده ازاي هتحل ازمه المديونيات؟ واتكلمنا برضو عن ازاي هتقدر تاخد فلوس غرامه كهرباء اللي لحد دلوقتي النادي مش عارف ياخدها. طبعا غرامه كهرباء لازم يعني يتعمل تحفظ على ارصدته في البنوك، نتيجه ان احنا معانا حكم ان حصل غرامه، مفروض يعني كل البنوك اللي هو ليه رصيد فيها نقفل على حساباته فيها. هل هتوافق على قرار تقسيط الغرامه؟ لا مش موافق. لا مش موافق، ولازم نحصل، لان النادي محتاج الفلوس دي علشان يحل مشكله القيد، عشان يجيب صفقات جديده. فلازم لو خدنا الاقساط مش هتحل اي مشكله. رايك في ازمه رحيل احمد سيد زيزو؟ هو احمد سيد زيزو ما رحلش. ايوه يعني بس لا، في اقاويل عملت الفريق ان هو لازم يكمل مع الفريق، ولازم نراضيه نعمل له طرديه علشان يكمل مع الفريق هو والكابتن فتوح. شايف ايه السبب اللي بيخلي اللعيبه تطفش وتروح انديه تانية؟ ان هي عدم اخذ مستحقاتهم الماديه نتيجه الازمات الماليه اللي في النادي. لكن لو في وجود مجلس اداره محترم ونقدر نجيب رعاه ونقدر نزود موارد النادي الماليه عن طريق عمل لوحات اعلانيه على سور النادي، عن طريق المحلات اللي هي المقفوله تتاجر، عن طريق حاجات كتير، عن طريق نجيب رعاه، شركه اتصالات، شركه دهانات، شركه استثمار عقاري. مش معقوله نادي الزمالك ما فيهوش الا راعي واحد بس. كل الحاجات دي هتجيب فلوس كتير، عن طريق ان احنا نبني فرع اكتوبر ونعمل فيه محل ومول تجاري زي فرع المهندسين، ده هيدخل فلوس كتير للنادي. السبب وراء رحيل امام عاشور من نادي الزمالك؟ ويعني في ناس كتير بتشكك في انتماءاته لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، وتقول ان هو زملكاوي بشكل يعني قوي جدا. هو تقريبا يعني امام عاشور كان لو كان هو مقدر ماديا، التقدير المادي بتاعه كويس، ما كانش ساب النادي. احنا عارفين ان احنا اللعيبه دلوقتي محترفه، وكل واحد بيبص على المقابل المادي والقيمه الماديه ليه، فعشان كده لو هو كان واخد تقديره المادي المحترم كانش ساب نادي الزمالك. لو هتلخص كل المشاكل اللي بتواجه نادي الزمالك في كلمه واحده هتكون ايه هي؟ هي مشاكل ماليه.
يعني عندك الموظفين والمدربين ما بيقبضوش، مشاكل مالية. اللعيبة عايزة تمشي، مشاكل مالية. فرع اكتوبر ما بناش، مشاكل مالية. الضرايب حجز علينا، مشاكل مالية. تحسين عشان نحسن خدمات الأعضاء في النادي، نعمل واي فاي ونعمل حاجات جديدة محتاجة فلوس، فهي كلها مشاكل مالية. لو في إدارة سليمة، وأنا دكتوراه في الإدارة، ونعمل نحط المشاكل ونحط لها حلول وجدول زمني لحلها، هنحل كل المشاكل دي وندخل فلوس كتير للنادي إن شاء الله. ألعاب الصالات، إيه مقترحاتك اللي ناوي تعملها في ألعاب الصالات؟ أولا أنا عايز في رياضتين مهمين عايز أضيفهم للنادي، رياضة الإسكواش ورياضة البادل، موجودة في نوادي كتير، مش معقولة مصر أول دولة واخده مراكز متقدمه في السكواش وما عندناش ملاعب سكواش. اولا في الفرع الجديد احنا عاملين حسابها، لكن في الفرع هنا لازم نشوف لها مكان ونعمل 3 4 ملاعب سكواش ونعمل 4 ملاعب بدل. لعبه البدل جميله فدي عشان الشباب يستمتعوا في النادي. وعايز اعمل الجيم مجاني مش بفلوس، لان احنا عارفين لو اسره فيها 2 او 3 عايزين يخشوا الجيم يدفعوا لهم 600 جنيه في الشهر، كتير قوي في ظل المعيشه، الظروف المعيشيه دلوقتي. ليه ما نخليش لو احنا جه رعاه النادي وبقى النادي فيه فلوس نخلي الجيم مجاني؟ ليه ما نعملش مطاعم باسعار مخفضه لكبار السن، نعمل لهم دفتر تذاكر مجاني؟ ليه ما نعملش حاجات كتيره؟ واي فاي في النادي، الواي فاي في نوادي كتيره معمول، فلازم كل ده هيتعمل. وتحسين الخدمات هيتعمل لما يبقى فيه رعاه للنادي ونعمل فرع اكتوبر ونأجر المحلات بتاعته ونأجر المحلات اللي هنا. حضرتك قلت لي انت هتجيب بن شرقي في حال كسبت وطارق حامد. ان شاء الله. ايه السبب وليه اللعيبه دول عن غيرهم؟ اللعيبه دي انت كده خط النص، ظبطت خط النص، هو خط النص اللي بيظبط اي فرق. والوينج. وكان في تجانس مع اعضاء الفريق الموجوده وايام وجودهم خدنا بطولات، لازم نرجع البطولات تاني. مش ولا نجيب لعيبه احنا ما نعرفهمش يوفقوا او لم يوفقوا، لا احنا نجيب الناس اللي هم عندهم حب وانتماء للنادي. جميل جدا. طيب ايه تاني الحاجات اللي شايف ان النادي يعني في حاله سيئه بسببها؟ هي كلها مشاكل ماديه، يعني مشكله الميه بتاع حمامات السباحه، مشكله الممرات، الناس بتتزحلق في الممرات معموله سيراميك. هيتم معالجتها ازاي؟ هي حاجات بسيطه جدا ولكن ليها تاثير واضح. ايوه تاثير، في ناس بتتعور من السيراميك ده، هنغيره، هنشيله ونعمل انترلوك. نهتم بميه حمام السباحه، نهتم بالناشئين، توفير وجبات غذائيه صحيه عشان يقدروا يعمل لهم نمو سليم. نهتم بقطاعات الناشئين، نجيب مدربين اجانب عشان يخططوا للناشئين بدل وجود الوساطه والحاجات دي. في وساطه في الناشئين، يعني ممكن واحد كويس علشان ما عندوش واسطه ما يظهرش. جميل جدا. طيب لكن لو جبنا مدرب اجنبي، الاجنبيين ما بيعرفوش الواسطه. يعني عندهم 1+1=2، ما فيش تمييز. طبعا. طيب ايه الرساله اللي حضرتك حابب توجهها لاعضاء الجمعيه العموميه؟ والله انا برد لاعضاء الجمعيه العموميه، انتخبوا الاصلح، درسوا السي في لكل مرشح، وانا ان شاء الله اوعدكم كدكتور مهندس ان اعمل لكم فرع اكتوبر وفروع ثانيه في حتت كتير، عشان النادي لو يعني استمر بهذه الطريقه مش هنلاقي ترابيزه نقعد عليها، مش هنلاقي خدمه كويسه لينا. فانا بوعدكم ودي هديه مني ليكم، ان انا طبعا انتوا عارفين قانون الانديه ان العضو الاصلي ليه ان هو يخش الفروع الثانيه وليس العكس، لا يشترك في فرع ثاني ويخش الفرع الاصلي. فانتوا لو انتخبتوني هتكسبوا فروع ثانيه كتير. ودكتور مهندس احمد عفيفي رقم 3 فوق السنه. حضرتك شايف مين اكتر حد من المرشحين على منصب الرئاسه احق بالمنصب ده؟ والله استاذه لسه في طعون يوم الاحد، فلما نشوف الطعون مين اللي هيكمل ومين اللي هيقعد اقدر اقول لحضرتك. بس في يعني مواصفات معينه مثلا بتتمناها في الرئيس؟ والله انا على مسافه واحده من كل الاسماء، فمش عايز يعني ازكي واحد. احنا بنقول مواصفات، ما بنقولش اسماء. هو احنا عايزين شخصيه قويه تقود النادي، شخصيه سياسيه تتكلم بكلام موزون، ما تعملش مشاكل للنادي، بس دي الصفات. جميل جدا. حابب تضيف حاجه قبل ما نختم؟ لا، شكرا للاستضافه الكريمه دي وذوق حضرتك. شكرا لحضرتك. تحيا مصر. شكرا لحضرتك. وبكده نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا. اشكركم متابعي تحيا مصر على حسن المتابعه. كانت معكم نوال مجاهد، والى اللقاء.